لا اتفضل اتفضل. انا عايزك برضو تتكلم عن اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق الترجي من وجهه نظركم. طبعا اول حاجه طبعا نقاط القوه بتاعت الترجي بتتمثل في الظاهرين، يعني هم الظاهرين سواء حمدي النجاز او الياس شتي هم نقطه قوه ونقطه ضعف في نفس الوقت. على المستوى الهجومي نقطه قوه، وعلى المستوى الدفاعي هم نقطه ضعف. نقطه قوه زي ما احنا شايفين حمدي النجاز اهو بيجي من هنا ناحيه اليمين بينطلق ودايما بيعمل العرضيه للعمق، دايما بيعملها لورا. عشان كده عشان كده بيتسو موسيماني بصراحه افضل مدرب في افريقيا، احسن مدرب بيذاكر المنافس واحسن مدرب كوتش بيعرف يدير مباراه. بصراحه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي بيتسو موسيماني ان هو لما حط حمدي فتحي في الحته دي كليبرو متقدم قدر ان هو يعمل. اولا طبعا ادى ان ايمن اشرف بيرحل مثلا على حمدي النجاز، حمدي فتحي يعني حمدي النجاز بيجي بيخش من هنا وبيعمل كره تمريره بالعرض لويليام توجي. دي اول نقطه قوه. هم 50% يعني حمدي النجاز بيوصل لغايه لاخر الخط، ما بيعملش العرضيه من بدري، الباك باس. ما بيعملش العرضيه من بدري. حمدي النجاز دايما بيوصل لاخر الخط وبيعمل العرضيه بالعرض. كذلك الياس شتي برضو الناحيه الثانيه بيبقى الناحيه دي وبيعمل برضو العرضيه. بس 50% من اهداف الترجي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا ودور الثمانيه جايه من جبهه حمدي النجاز. اللي بعد كده الصوره اللي بعد كده طبعا تاني اقوى حاجه في الترجي وهو اللاعب المهم قوي محمد علي بن رمضان. ده يعتبر احسن لاعب في الترجي في البطوله وممالك التسديدات. ده يعني مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من تسديداته والضربات الثابته، يعني ما نعملش ضربات ثابته حوالين المنطقه. ليه؟ لان محمد علي بن رمضان هم هيجوا هيلعبوا على الضربات الثابته مليون في الميه، مليون في الميه هيجوا هيلعبوا على الضربات الثابته والضربات الركنيه، يحاولوا يخطفوا بواحده زي دي. فاحنا لازم نخلي بالنا من محمد علي بن رمضان سواء بالرقابه عليه وبالضغط عليه، دايما ان انت تضغط عليه وتقفل مفعوله. على فكره هو هرب بواحده في مباراه الذهاب لما هرب من صلاح محسن، رجع اتاخر معاه ورجع ورقص بدر بنون والشناوي انقذها، اللي هي انقاذ الشناوي. مزبوط. دي كانت من محمد علي بن رمضان اللي هو مميز دايما بالتحركات في العمق ومميز بالتسديدات. ده تاني اقوى يعني تاني نقطه قوه في الترجي. يبقى اول واحده الظاهرين، تاني حاجة محمد علي بن رمضان حاجة يعني واحد من أحسن اللعيبة في التسديدات وفي الضربات الثابتة. رقم ثلاثة بقى حمد الهوني. نكمل الصورة اللي بعدها برضو في تسديدة ضربة ثابتة لمحمد علي بن رمضان. رقم ثلاثة حمد الهوني. حمد الهوني واحد من أهم اللعيبة، يعني بصراحة أكرم توفيق، تحية كبيرة أنه نجح. ده برضو زي ما بقول لحضرتك محمد علي بن رمضان الضربات الثابتة هيجوا يلعبوا على الضربات الثابتة، حذاري من أن احنا نعمل ضربات ثابتة على حوالين المنطقة عشان خاطر محمد علي بن رمضان وعشان خاطر هم مميزين بالتكتيك بتاع الضربات الثابتة. نخلي بالنا حتى نفتكر برضو كانوا جابوا فينا جون في مصر هنا في مباراة 2-2 من ضربة ثابتة، تمام؟ فحذاري من الضربات الثابتة. برضو النقطة الثالثة حمد الهوني. حمد الهوني اللي هو الجناح الأيسر ربما يدفع بيه في ناحية علي معلول، ودي برضو في التدريبات الأخيرة ان هو بدأ ان هو يفكر بان هو يدفع حمد الهوني بدل ما بيلعب شمال يلعب ناحية اليمين. دي برضو تفكير لمعين الشعباني في التدريبات الأخيرة لفرقة الترجي، يعني يغير يعمل سويتش ما بين الاثنين. أنيس البدري يبقى ناحية الباك اليمين بتاعنا وحمد الهوني يبقى ورا علي معلول. تمام. ودي برضو تركاية هو بيفكر فيها في التدريبات الأخيرة، يبقى بيوقف علي معلول وفي نفس الوقت ممكن يبقى يستغل المساحات اللي وراه. أوكي. علي معلول. أوكي. فطبعا حمد الهوني واحد من نقاط القوة وهو أفضل مراوغ في دوري أبطال أفريقيا، أعلى مراوغات ناجحة، ولكن هو على مستوى التهديف نتمنى ان هو لسه مش موفق غير في شباك نادي الزمالك. يكمل. نكمل على كده. فده يمكن ملخص. مش موفق يعني عشان مش محدش ياخد كلامي يوديه. ملخص نقاط القوه لفرقه الترجي. طبعا غير الضربات الثابته زي ما قلنا. ده ملخص نقاط القوه. تمام. كريم في برضه صور في صور معانا برضه عشان اتفضل نفنش الحته بتاعت نقاط القوه في نادي الترجي من مباراه النجم الساحلي كابتن اسلام زي ما اتحرك في كاس تونس، ونشوف الفرقه لما تكون مضغوطه تحت نتيجه هم متاخرين في النتيجه. يعني النجم الساحلي كان بيلاعب الترجي في رادس وتقدم عليهم في اول المباراه، وكان يعني الفرصه واضحه جدا النجم الساحلي متفوق. طيب الترجي بقى عشان يبدا يستغل الوقت ويبدا يرجع بيعملوا ايه؟ ايه التفكير اللي عندهم وعند اللاعبين؟ خلي بالك الترجي من الانديه اللي ادائها بيختلف وهي تحت الضغط، يعني الفريق اداؤه وهو بيلعب والنتيجه 0-0. ايه الاختلاف بقى؟ الاختلاف ببساطه ان على طول الفرقه بتتجه الى الاطراف وارسال الكرات العرضيه، وهنا عندنا طبعا رقم مهم من مباراه الذهاب ان نادي الترجي عمل 16 كره عرضيه في حين النادي الاهلي عمل 8 بس، وهنا بنتكلم يعني تقريبا
الضعف. يعني مثلا هنا بنتكلم الفريق متاخر 1-0 وبنشوف ان دايما كان الفكر كله ازاي افتح الاطراف، بس دي كانت هجمه مرتده. هنا الياس شتي قدر يخطف الكوره من في نجم الساحلي على طول، حمدي الهوني واقف نص ملعب وبينطلق عشان ياخد الطرف وبيعمله زياده 2-1. نشوف الصوره اللي وراها ونشوف ان الفرقه ببساطه بتتجه للكرات العرضيه بشكل زائد على اللزوم، وربما يكون عشوائي ولكن الفكر اللعيبه. يعني تخيل يا كابتن اسلام في اخر الصوره حمدي النقاز، حمدي النقاز ده اللي بيجري اخر واحد داخل متجه بيحاول يستخدم طوله عشان ينضم لثلاثه داخل منطقه الجزاء وياخد كمان سواء الكره العرضيه او ياخد الكره. هو داخل منطقه الجزاء اوريدي 3-3 يعني حمدي هيبقى الزياده بالظبط. فانا في وجهه نظري ليه معين الشعباني هيتجه انه يبدا بيه تجاي ويبدا بخالد عبد الباسط عشان يقول لتجاي خلي بالك احنا عايزين نوفر وقت، لو سمحت ضم مع خالد عبد الباسط وممكن اقلب الخطه في الشكل الهجومي بتاعي ل 4-4-2 فلات وابدا اقول الياس شتي وحمدي النقاز انا عايزكم ترسلوا اكبر كم من الكرات العرضيه. التاكيد على الكلام ده ان احنا بنتكلم مباراه الذهاب عدد الكرات العرضيه اللي عملها نادي الترجي كان ضعف عدد الكرات العرضيه اللي عملها النادي الاهلي. واخيرا ان النادي الاهلي الهدف بتاعه جه تقريبا في الدقيقه 74، يعني كان ناقص 16 دقيقه ونضيف عليهم 4 دقائق وقت بدل ضايع 20 دقيقه. نادي الترجي في ال 20 دقيقه الاخيره لم يخترق النادي الاهلي من العمق تماما اتجه للاطراف. اذا حضرتك بتتجه الى ان هيبقى اللعب على الاطراف واللعب باتنين راس حربه وتجاه هينضم خلال الوقت يامن وسط ملعبه بالرباعي اللي حضرتك بتتكلم عنه بالظبط كده. وده وطبيعي الطريقه دي فيها نسبه مخاطره يعني. والارقام اللي هتقولها لنا بالنسبه لحمدي النقاز والياس شتي اعتقد ان هي دي بتوضح ان الموقف ده هو اللي ممكن يحصل. طبعا بتوضح ان الاثنين دول يعني لو معانا ارقام الياس شتي وحمدي النقاز هنشوف قد ايه الاثنين دول. يعني حمدي النقاز 52 تمريره في المباراه الواحده، فقد الكره 7 مرات واستعاد الكره 3 مرات وعمل عرضيتين وجري عمل دريبلينج في نص ملعب النادي الاهلي مره واحده. طبعا ارقامه اقل بكتير من ارقام الياس شتي اللي في وجهه نظري هو اخطر لاعب في المنظومه الهجوميه نادي الترجي. ناس تسال باك شمال، باك الشمال في نادي الترجي رهيب فعلا. يعني ممكن نجيب ارقام الياس شتي ونشوف التمريرات بتاعته تقريبا. على الرغم من ان هناك انتقادات كبيره جدا لالياس شتي في الصحف التونسيه والاعلاميين التونسيين، يعني انا بشوفه يعني واحد بصراحه سرعه ارتداده يا كابتن اسلام خلي بالك سرعه ارتداد الياس شتي من الهجوم للدفاع اسرع بكتير من حمدي النقاز. واحده من النقط حمدي النقاز السلبيه اللي كانت مع الزمالك او مع النجم الساحلي لما كان لاعب في الفرقتين ان هو ما بيرجعش بنفس السرعه اللي بيجري بيها. فارقام الياس شتي معانا فقد الكره 7 مرات، عمل 55 تمريره، استعاد الكره 3 مرات، وعمل 5 عرضيات صحيحه. فده رقم انا بشوفه رقم مميز. وكمان المدير الفني بيقول له انت اساس الهجوم عندي امتى وانا متاخر في النتيجه، فلازم نبقى واخدين بالنا من الياس شتي. اذا من وجهه نظرك ان اهم نقاط القوه الاطراف عشان هيعملوا على الاثنين الاثنين رؤوس حربه من بدري. الكلام ده انت شايف ان هو هيحصل من بدري وبالتالي يجب اغلاق الاطراف ده بالنسبه للنادي الاهلي. اهم نقاط الضعف اللي موجوده في دكتور احمد في قبل عايز تقول حاجه هنا؟ في جدول معانا بيوضح ارقام الترجي على ملعبه يعني بره ملعبه بره ملعبه ايه ارقامه في الجدول ده. في كل المباريات اللي لعبها ارقامه كامله. هم لعبوا 4 مباريات بره ملعبهم، 3 مباريات في دور المجموعات ومباراه في دور الثمانيه اهم، امام شباب بلوزداد، امام تونجة السنغالي، امام الزمالك، امام المولدية. ده الـ3 مباريات في دور المجموعات، ودي فين؟ في دور الثمانية. هنلاقي ان هو كسب مباراة واحدة بس كانت قدام الزمالك بره ملعبه، سجلوا اهداف في 3 مباريات من 4 نسبة كويسة، استقبال الاهداف في كل المباريات ما عدا مباراة الزمالك. نيجي بقى للاستحواذ، نركز في الاستحواذ، هنلاقي ان هم في كل المباريات اللي بره ملعبهم كسبوا الاستحواذ ما عدا مباراة الزمالك اللي كسبوها، وده برضو بيأكد ان الفرقة دي عندها شخصية بره ملعبها. طبعا ترجي يا جماعة بتأكد ان هي بتعرف تستحوذ على الكورة بره ملعبها، ان انت ما بتلعبش فريق سهل، بتلعب فريق محترم جدا. طيب معدل التمريرات بيقول ايه؟ بيقول ان هم بيعملوا حوالي 400 تمريرة، يعني 456 386 365، ده رقم كويس بره ملعبك بتعمل 400 تمريرة طبعا. بيأكد ان هو برضو فريق عنده شخصية وفريق بيلعب بنسبة استحواذ كبيرة. نكمل الأرقام، التمريرات الطولية، بص بقى حضرتك أسلوب اللعب المباشر بتاعهم بيعملوا كام تمريرة طولية؟ من حوالي 70 تمريرة بره أرضهم كمان، بره أرضهم. دايما أسلوب اللعب المباشر بيلعب التمريرة الطولية على المهاجم عشان يبدأ يحضر على اللي جاي من ورا أو للجناحين. تمام. 71 62 77 84 ده بيأكد إن احنا لازم نكون صاحيين للكرة التانية،
اللي هيكسب الكره الثانيه في المباراه دي هو اللي هيفوز بيها. طب نيجي للعرضيات، ده بره ملعبه، الارقام دي بره ملعبه، عاملين 21 و16 و17 و17، يعني بيعملوا كام عرضيه؟ يعني حوالي 17 عرضيه، من 17 ل 20 عرضيه بره ملعبه في الماتش الواحد. ده بيأكد ان هم بيعتمدوا على الظاهرين، ورقم كبير جدا. المعدل المحاولات برضو 10 7 7 9، يعني بيروحوا حوالي 8 مثلا او 8.5، ده برضو رقم كويس بيأكد ان هم بيروحوا على الجون بره ملعبهم. الرقم السلبي اللي بشوفه هو المحاولات الصحيحه، الفينش بتاعهم وحش جدا، 1 1 3 5، نسبه قليله جدا في المحاولات الصحيحه. المحاولات اللي بره المنطقه برضو عندهم، ليه؟ لان عندهم زي ما اتكلمنا في محمد علي بن رمضان مميز جدا بالتسديدات من بره. حارس الترجي انقذ كام هدف في المباريات اللي بره ملعبه؟ 2 و3 و1، يعني انقذ 6 اهداف. المباراه الوحيده اللي ما انقذش فيها اهداف هي مباراه تونجة السنغالي. اذا الارقام بتقول ايه؟ بتقول ان هم فريق محترم بره ملعبهم، بيعرف يستحوذ، بيلعب تمريرات طوليه كتير جدا، وبيعتمد على اسلوب اللعب المباشر من خلال التمريرات الطوليه، وبيعمل عرضيات بتوصل ل 17 عرضيه. يعني هنشوف في الماتش ده، طيب قبل ما نشوفه هنلاقي الترجي عامل 17 عرضيه في الماتش. طيب خلينا بقى عشان دي اخر حاجه معانا هنتكلم فيها، هي اهم نقاط الضعف اللي موجوده في فريق الترجي. اخد من احمد شويه ومن كريم. طبعا نقاط الضعف هي اهم حاجه، نقطه ضعف في الترجي هي الزون 14. يعني ايه منطقه الزون 14؟ يعني المساحه اللي ورا الاثنين الارتكاز وقلبين الدفاع، الحته دي مشكله الترجي بقالها سنتين بعد رحيل فرانكو كوم. نكمل ماشي، دي اول يعني نكمل بس بقى الصور. ايوه هي ديت، دي اولا، دي زي ما قلت لحضرتك الظاهرين عندهم نقطه قوه الياس شتي، ولكن في نفس الوقت نقطه ضعف. ليه؟ لان الارتداد بتاعهم من وجهه نظري سواء حمدي النجاز او الياس شتي، الارتداد بتاعهم بصراحه مش قوي قوي. الياس شتي في الهدف ده الكره دي اتلعبت بالعرض، هنبص لما بتتلعب بالعرض نبص هنا ايه اللي هي المساحه اللي ما بين دايره منطقه الجزاء وما بين دايره منطقه ال 18، الحته دي نقطه ضعف الترجي. ليه؟ لان كولوبالي بيبقى لوحده في الحته دي، فكولوبالي ما بيستحملش 60 دقيقه بدنيا، ما عادش قوي، وده واضح المباراه السابقه، وعشان كده بيتسو موسيماني راح دافع بقفشه في الحته دي بعد الدقيقه 60، ودي يحسب لبيتسو موسيماني زي ما بقول لحضرتك افضل مدرب من وجهه نظري حاليا داخل القاره الافريقيه. ديت من منطقه الزون 14 اللي هي الزون 14 دي واحده. نكمل الصوره اللي بعدها، بص بقيه الهدف جه ازاي اهو، كولوبالي رجع متاخر، جت التسديده من خلاله في شباكه. اذا دي اهم نقطه ضعف من وجهه نظري، حتى لو لعبوا بثلاثه ورا وبدا بمحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث المشكله دي برضه هتظهر، هتظل موجوده، بس هو برضه المساحات مش هتلاقيها موجوده زي اللي كانت معاه. عشان كده قلت لحضرتك المباراه دي هتبقى اصعب من مباراه تكتيكيا بالنسبه للمدير الفني، المباراه دي اصعب. ليه؟ لان منطقه الزون 14 دي على الاقل هيضيق المساحات شويه. ايوه هيضيق المساحات اللي كانت موجوده، فعشان كده فنيا بالنسبه للمدير الفني المباراه دي، بالنسبه لموسيماني المباراه دي اصعب من مباراه تونس. تمام. اخيرا يا كريم عايزك برضو تقول لي اهم نقاط الضعف من وجهه نظرك. انا هضيف على كلام احمد عشان ما بقاش بنكرر الكلام حتتين. اول جزء هو معز بن شرفيه نفسه، معز بن شرفيه عنده بعض المشاكل. برافو عليك، لانه اختلف تماما. نعم. عن الاول في التسديدات البعيده وواضح جدا جدا ما عندوش ثقه انه يمسك الكوره، دايما بيحاول ان هو يبعدها وخلاص، وبالتالي محتاجين ان احنا نسدد عليه كتير. الحاجه الثانيه واللي اتمنى الظروف نادي الترجي تخليهم مجبرين هم يعني يلعبوا بيه، هو سامح الدربالي. سامح الدربالي واحد من طبعا لعيبه عنده خبره كبيره جدا. سامح الدربالي احنا بنسمع اسمه من ايام 2008 لما كنت انا بلعب. بالظبط كده يا كابتن اسلام، مش عايز تقول انا عارف. مش مكبرك. سامح الدربالي شفت يا ابني لسه سامح الدربالي لما نزل بديل في المباراه الاخيره عمل غلطتين فادحتين، ادى عمل اسيست لمحمد شريف وفقد الكره قدام منطقه الجزاء، فربما يكون في بعض الاوقات اللي سامح الدربالي يلعب فيها. اذا على طول شفنا سامح الدربالي في الملعب على طول لازم نضغط عليه بلاعب وباثنين، وان شاء الله فوق طبعا الارقام والتحليلات نتمنى ان شاء الله ان توفيق ربنا سبحانه وتعالى يبقى حليف لينا يا رب ان شاء الله. كلمات اخيره اخد كلمتين من دكتور احمد وكلمتين من كمان. نقطه ضعف برضو مهمه جدا 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 وهي الضربات الثابته. زي ما الترجي مميز في الضربات الثابته اللي ليه اللي عليه النجم الساحلي جاب فيهم جون من ضربه ركنيه. فاحنا مهم، احنا مباراه سان داونز جبنا جون من ضربه ركنيه. مظبوط. المباراه اللي بره يعني اما بنحتاج في مباراه العوده
بيتسو اعتقد ان هو لازم يركز، واعتقد ان هو هيعمل كده، هيركز على الضربات الثابته. بالنسبه للترجي هي نقطه ضعف، نقطه ضعف برضو بالاضافه للمعز بن شريفيه، بالاضافه الى المساحه الموجوده ورا الظهيرين. الارتداد بتاع حمدي النجاز ضعيف جدا، والارتداد بتاع الياس شتي كلمات نقاط ضعف مهمه جدا. كلمات اخيره، ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه. احنا يعني ان شاء الله يعني اكيد مباراه صعبه بكل التاكيد، نتمنى ان اول الشوط الاول مهم جدا ان انت تسجل، تلعب ان انت تسجل في المباراه دي. اعتقد ان انت لو سجلت في او في الشوط الاول هدف على مهلنا ومش مستعجلين، ويكون في ان شاء الله توفيق من يعني باذن الله التوفيق رقم واحد يكون موجود باذن الله حلفنا، لو جبنا هدف في الشوط الاول اعتقد ان المباراه هتصعب كتير على الترجي. كريم ان شاء الله يا كابتن اسلام، ربنا يكتب لنا ان احنا نحلل نقاط قوه وضعف كايزر تشيفز في المباراه النهائيه امام النادي الاهلي او الوداد. او الوداد نعم، او الوداد او كايزر تشيفز ان شاء الله. ادينا هنشوف بس، المهم نعدي يوم السبت ان شاء الله والامور تبقى دايما جيده كالعاده. الحقيقه تالقتم وكالعاده شرحتوا لنا كل واهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق الترجي. بشكركم طبعا على وجودكم معانا، وان شاء الله تبقى حلقه ثابته كل اربع نتكلم فيها عن ان شاء الله تبقى في ماتشات الخميس عشان نقدر نتكلم احنا الاربع براحتنا.